متابعينا الكرام، موضوعنا اليوم لهذه الحزورة في شهر رمضان ممتع جدا. يعني بدنا نحكي عن الإسلام. شو هو الإسلام؟ هل الإسلام يعني أي نوع من الأديان أو أي دين؟ يعني شلون ممكن نصف الإسلام؟ هل هو ein Monotheismus أو ein Polytheismus أو ein Laizismus أو ein Atheismus؟ ما هو الإسلام؟ والله لازم تعرفه. صح. أكيد مونوتيسموس. يعني منشوف آتيسموس الإلحاد. الإسلام هو إلحاد. لا، لايتسموس مثل بفرنسا العلمانية. لا، بوليتيسموس يعني تعدد الآلهة. لا، مونوتيسموس مونو واحد، تيو تيسموس يعني تيو غوت اين غوت، نعم نو اين غوت، مونوتيسموس. نعم، وهذا هو. شكرا كثير للمتابعة. Guten Appetit. Bis dann. Tschüss.